يستمر الجيش الإسرائيلي في عدوانه على لبنان. جديده طلب إخلاء مجموعة أحياء بأكملها في مدينة صور اللبنانية في سابقة هي الأولى من نوعها منذ التصعيد الإسرائيلي على لبنان. صور والتي تقع على البحر الأبيض المتوسط يعود تأسيسها إلى نحو 3000 عام قبل الميلاد في العهد الفينيقي. لقبت المدينة حينها بسيدة البحار، بينما يعني اسمها الصخرة. أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لأحياء داخل المدينة المكتظة بالسكان وبالنازحين أيضا. جهاز الدفاع المدني في المدينة وعلى إثر التهديدات الإسرائيلية سارع إلى الطلب من سكان المدينة إلى إخلائها خوفا على حياتهم. إلى أهلنا الكرام، حفاظا على سلامتكم عليكم إخلاء المدينة فورا. إلى أهلنا الكرام في مدينة صور، حفاظا على سلامتكم يرجى إخلاء المدينة فورا. صور الجميلة، المدينة التي تعد أكبر مدن الجنوب اللبناني، يبلغ تعداد سكانها أكثر من 150 ألفا، منهم آلاف النازحين. القرار الإسرائيلي أدى إلى حالة خوف ونزوح كبيرين من المدينة إثر دمار هائل في البنى والممتلكات. نتابع أبرز المشاهد التي التقطت من داخل المدينة بعد قصفها. شارع الدنيا بصوت. قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي إخلاء المدينة قوبل باستنكار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. الكاتب حسن الدر قال: هنا قلب مدينة صور النابض بالحياة، وهنا شوارعها المضيئة بالمحبة والمليئة بالناس على مدار الوقت. إسرائيل تنتقم وتتشفى وتعاقب مجتمع المقاومة، وهذه ليست حربا، هذا نوع من أنواع الإبادة. أما الصحفية فاطمة عبد الله فكتبت إنهم يبيدون صور، الأوباش يحددون إبادتنا اليومية على خرائط يلونونها بالأحمر ويرسلونها إلينا بأقصى الوقاحة الكونية. صور مدينة الصياد صور عفوا مدينة الصيادين والبحر الصافي، صور الشبيهة بشوارعها الضيقة بمدن نحلم بها. يا لهذا الوجع الذي ما عاد يحتمل.